أنتقل إلى سؤال آخر حفظكم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز تشغيل القرآن في البيت لطرد الشيطان مع عدم الاستماع له؟ يا إخواني، تلاوة القرآن عبادة، والعبادة لا بد أن يقوم بها المسلم، ومن ذلك تلاوة القرآن. يقرأ القرآن هو أو يأمر من يقرأ القرآن إخلاصا لله وطلبا لثواب التلاوة. وأما المسجل فهو شريط لا يؤدي المطلوب ولا يحصل به المطلوب. نعم.